محاولة اسمها ايه مازن اللي بعدها؟ مارس؟ محاولة مارس. انت ديسمبر في بعد كده محاولة تانية؟ طيب اكيد في يعني. ابعت ولا ما ابعتش؟ انت تعرف ارنب ده يا مازن؟ عندك واحد زميلك بيقول لك عنده جروب كامل من مدرسة العلم، هو اصلا سوبرفايزر في مدرسة العلم. اسأله بقى عنه. يا هو بيدرس عندك يا زوني؟ اسمه ايه مدرس؟ طيب هو يعرفه. اي دي معرفش ايه في مدرسة العلم. يعني مدرس عندهم هناك في المدرسة؟ انا معرفش يا نجاح. انت ابنك في مدرسة العلم، كل العلم عندي، انا سوبر بايزر في مدرسة العلم. اقول له ايه بقى؟ اي دي معرفش يعني ايه، ولا اي دي، ولا معرفش بيقول ايه اصلا. ابعتي للمدير بتاع المدرسة قولي له الراجل دوت عندي. هو انا هحقق يا نجاح؟ عايز واحد داخل اقول له عندكم واحد اسمه تامر ولا لا؟ شكرا يعني، تخلينا يا ماما نشوف واحد كويس. يلا. ايه الهبل ده؟ هو احنا رايحين نتخانق مع بعض؟ انت اللي عامل موضوع، مش عارفه عامل حكايه. قلت لي جيبي مدرس، جبت لك مدرس. عايز ايه تاني؟ جبت لك مدرس الست بتقول عليه رائع. ايه تاني؟ 10 بيقولوا عليه ممتاز. صفهم لي ورا بعض على الخاص وعلى العام. ما هو حصه ب1000 ريال، ما هو بياخدش بالريالات، بياخد بالدولارات. احنا ندفع له بالريالات، حضرتك بالريالات مش مشكله قوي، بس هندفع بالريالات. قال لك طيب بالريالات، هنشوف لو بالريالات. بس بالله عليك ما تقولوا هذا الرقم لحد 1000 ريال في 15 حصه. هو فات من ابني منهم فات 3 حصص او 4 حصص، هو يعوضهم له او يدوهم له. وهيبدا النهارده مع العيال الساعه 10 وربع. عايز عايز مش عايز مش عايز. مفيش حد بيدي اونلاين، هو ده اللي عنده اونلاين. عايزينه بقى، عايزينه مش عايزينه كنسل.